السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ظنت مريم ان يوم جاء الخطاب الى بيت عائلتها يطلبون يدها هو اسعد يوم في حياتها. كانت في 18 في حسابات القرويين، هي على حافة التخلف عن ركب الزواج. تعلم أن الفتيات في قريتها تزوجن في 14 وأغلبهن تصرن أمهات في 15 أو 16. الذي يطلب يدها هو عبد الهادي، الولد الأكبر لسي المختار، صاحب أحد دكانين في القرية، شاب في 25. لم يكن سرا أنه يتزوج للمرة الثانية بعد أن طلق زوجته الأولى. نسوة من عائلة مريم سمعن ليلتها السي المختار يقول إن ولده يريد أن يبدأ حياة جديدة. صوته الجهوري يسمع بوضوح، ولم يكن خاف على أي منهن أن عبد الهادي كان متزوجا من امرأة من قرية مجاورة، وقد استمر زواجهما 5 سنين. ولأنهما لم ينجبا خلال تلك الفترة، فقد كان ظن كل من اهتم بموضوعهما أن عدم إنجابهما كان السبب في طلاقهما، وقيل إن طليقة عبد الهادي عاقر. لم يرى والد مريم مانعا يحول دون تزويج ابنته لابن السي المختار. لم تستشر مريم، بل إن والدها الهاشمي اكتفى بإبلاغ زوجته رحمة بأن السي المختار خطب ابنتهما مريم لولده عبد الهادي، وأنه لا يمانع في ذلك. يعلم الرجل أن لا رأي يعلو رأيه. ثم إنه هو أيضا كان يظن أن مريم وهي كبرى بناته إن لم تتزوج في سنها ذاك فإنها قد لا تجد زوجا. ذاك هو ظنه. ولعله وهو يوافق على تزويجها لمس من كلام زوجته قبولها، بل وفرحتها أن يأتيها عريس. صبح اليوم التالي كان كل سكان القرية يعلمون بتلك المصاهرة الجديدة بين السي المختار والهاشمي. لم يعلق أحد من فوره على الخبر، وكل من رغب في معرفة المزيد بادر بالتبريك للهاشمي ما أن التقاه. لدى النساء كان السؤال الأكبر يدور حول قيمة المهر الذي تم الاتفاق عليه. لم تكن تلك الأسئلة لتفاجئ مريم ولا أمها، فهما تعلمان أن زواج فتاة لا يمر دون أن يثير بعضا من حسد وغيرة لدى فتيات في مثل سنها لا زلن تنتظرن أن يطرق بابهن لخطبتهن. الوقت مستهل صيف يعد بمحصول جيد، وقد تم الاتفاق بين السي المختار والهاشمي على أن يقام حفل الزفاف ما أن تنتهي أشغال الحصاد والدرس. يفهم الجميع من ذلك أن زفاف مريم سيقام على أبعد تقدير في نهاية شهر يوليوز أو قبلها بقليل. كما تقتضيه التقاليد، توارت مريم عن الأنظار حتى تفاجئ عريسها يوم الدخلة بجمال لها لم يره من قبل. كذلك يقال لم تكن البنت تولي كبير اهتمام إلى أن والدها هو من يتخذ كل القرارات التي تخص زواجها ذاك. بعد أسبوعين من خطبتها تم تحرير عقد الزواج. تذكر أن ذلك تم في حفل غذاء حضره خطيبها عبد الهادي، رأته من شق في باب يفضي إلى صحن الدار لما وصل مع والده. كانت أمها منشغلة باستقبال النساء. تذكر مريم أنها غادرت البيت للمرة الأولى منذ أن تمت خطبتها قبل الزفاف بثلاثة أسابيع. ذهبت رفقة والدها ووالدتها وعمة لها إلى تونات، هي المدينة الأقرب إلى قريتها، لشراء لباس العرس وأشياء أخرى ترتبط به. كان الأب وهم يتحركون في شوارع المدينة يتقدم الجميع، وكانت النسوة الثلاث تتبعنه ولا تلجن محلا من المحلات التجارية إلا بعد أن يشير إليهن بذلك. ثم إنه كان الوحيد المخول له أن يفاوض حول الأثمنة، بل وحتى حول جودة بعض الأثواب التي تم اقتناؤها. هي التقاليد، لا رأي ينبغي أن يعلو على رأي الهاشمي في منزل الهاشمي.
تعد البنت الأيام التي لا زالت تفصلها عن ذلك اليوم الذي تعده ككل البنات اليوم الأسعد في حياتها. تعلم أنها ستسكن في منزل عائلة السي المختار، سيتم منحها غرفة ستكون عالمها الخاص، ما دونه ستتشاركه مع أهل الدار. لم يكن في الأمر ما يثير استغرابا لديها، فقد رأت فتيات كثيرات قبلها تزوجن وتسكن في بيوت لعائلات أزواجهن. تعلم أنه سيأتي يوم تستقل فيه بأسرتها في بيت سيبنيه لها عبد الهادي. ثم جاء اليوم المعلوم، رفع على الدار علم أبيض إلى جانب العلم الوطني، وبعد العصر تقاطر على جنبات منزل الهاشمي كل أبناء الدوار. النساء كن تدخلن بينما الرجال يبقون حول المنزل، حيث كانت فرقة من الطبالين تلهب الأجواء بأهازيج جبلية. ثم اختتم العرس بأن زفت إلى بيت زوجها. بعد أيام لم تتجاوز الأسبوع أمضتها في حكم الضيف الوافد على العائلة، كان عليها أن تساهم بمجهود منها في حياة تلك الأسرة كثيرة الأفراد. عليها أن تحلب الأبقار وأن تعجن الخبز وأن تساهم في كل أشغال البيت. بعد مرور أسابيع قليلة انتبهت مريم إلى أن النسوة في عائلة زوجها تحاولن معرفة ما إن حملت، ثم لما تأخر الحمل صرن تتعاملن معها بقسوة لم تجد لها مبررا، بل إن منهن من لمحت إلى أن مآلها لن يختلف عن تلك التي سبقتها. صارت تحب زوجها عبد الهادي، وكل يوم صارت أكثر تعلقا به، هي التي لم تعرف رجلا قبله، ولم يكن يخامرها شك في أنه يبادلها حبا بحب. ولكنها تعلم أن كل قرار يتخذ في منزل السي المختار قرار يتخذه السي المختار نفسه، أو ينبغي أن يحظى بتزكية منها. بعد أن انقضى العام الأول دون أن تحمل صارت تسمع من بعض شقيقاته أنها عاقر. تحملت كلامهن الجارح ذاك لفترة، ثم ذات يوم جاءت إحداهن تكرر على مسمع منها أسطوانة المرأة التي طلقها عبد الهادي لأنها عاقر. يومها لم تستطع الصبر، فردت بأن العيب قد لا يكون فيها، وأن الأمر ربما كان عقما من الزوج. نقل ذلك الكلام، ولا تشك مريم في أنه زيدت عليه أشياء أخرى إلى أم زوجها، وانتهى الأمر إلى السي المختار. لم تتوقع أن يوبخها في حضورهن وأن ينفي كل إمكانية عقم عن ولده. لم تستطع الرد، دمعاتها التي نزلت غزيرة على خديها كانت ردها الوحيد. توقعت أن ينتصر لها زوجها عبد الهادي، ولكنه لم يدخل غرفته تلك الليلة. لم يعد لديها أدنى شك في أنها بداية النهاية. منزل والدها الهاشمي ليس بالبعيد. استيقظت صباحا، حملت ما لديها من حلي وبعض الملابس، ثم خرجت تريد إلى دار أبيها. فاجأتهم وهي تطرق الباب في تلك الساعة المبكرة. استقبلتها أمها باستغراب، ولما علمت دواعي مجيئها وبختها وطلبت منها أن تعود إلى زوجها. تعلم أن أمها لن تقبل نقاشا حول الموضوع. لمت ما تحمله معها من ملابس وخرجت. في المساء بعد أن استأذنت زوجها الهاشمي ذهبت أمها لزيارتها في بيت زوجها، تريد أن تطمئن عليها ولتعلم حقيقة مشكلتها. لما طرقت باب دار السي المختار سريعا أبلغت بأن ابنتها مريم لم تعد منذ أن خرجت صباحا. لم يكن أي من أفراد العائلتين يتوقع أن يطول الانتظار. البحث في محيط القرية لم يثمر، وتوالت الأيام حزينة في دار الهاشمي وفي نفس عبد الهادي. وبعد عام علموا أن مريم توجد في فاس تعمل خادمة لدى إحدى العائلات. لم يكن سهلا الوصول إليها، وحين تم ذلك رفضت أن تعود مع والدها وزوجها الذي جاء برفقته. اشترطت أن يجري فحصا طبيا يثبت أنه غير عقيم. كان مترددا
ولكنه في النهاية لم يجد بدا من القبول، وقد أكدت نتائج الفحص أنه مصاب بعقم قابل للعلاج. بعدها فقط عادت مريم إلى بيت السي المختار، وبعد أقل من عام ظهرت عليها علامات الحمل الأولى.